طبيب إلى لاعب شطرنج محترف، تعادل مع الأول عالمياً وفاز على الثاني. باسم أمين أسطورة الشطرنج في مصر وأفريقيا. الشطرنج رياضة زي أي رياضة تانية، زي الكورة، زي السكواش، زي أي لعبة تانية موجودة وليها بطولاتها. إن حد يمارس اللعبة أو يتعلمها أو إن هو كمان يبقى لاعب محترف فيها مش شرط إن هو يكون عبقري، يعني لا طبعاً. الشطرنج فيه دلوقتي هو زي ما بقولك هو علم، وأي علم بتقدر إن أنت تدرسه وتبذل فيه المجهود والوقت الكافي في دراسته أكيد هتبتدي إن أنت مستواك يتطور فيه وواحدة واحدة تتميز فيه. يعني فاكر وأنا صغير زمان ممكن من 20 سنة كنت بحضر في المباراة، يعني كنت في بطولة مفتوحة في أسبانيا، فحضرت افتتاح وكنت يعني محلله مع الكمبيوتر قبل ما أخش، ودخلت لعبته فعلا. وبعد ما لعبت يعني الموقف اللي هو لغاية ما أنا محضر اللي قدامي لعب نقلة، اكتشفت ان الدور خلاص بخسر يعني. لكن دي طبعا من الحاجات اللي الواحد بيتعلمها، ان هو ما ياخدش تقييم الكمبيوتر كده عميان يعني. طبعا بالنسبة للطب والشطرنج يعني في حاجات كتيرة جدا ما بينهم مشتركة، يمكن هما الاتنين من اصعب المجالات ان حد يدرسها. يمكن بالنسبة لي وقت الدراسة كنت بحاول ان انا اوازن ما بينهم قدر الامكان، لكن بعد التخرج طبعا تفرغت او خدت القرار بقى وهكمل اكتر في الشطرنج. لكن فعلا دراسة الطب فادتني كتير جدا في الشطرنج كمان، هي بتعلم برضو المسؤولية، الواحد بيشيل مسؤولية طبعا، ودي حاجات برضو مشتركة مع الشطرنج. هو فعلا في أبحاث اتعملت ان ممارسة الشطرنج بتقي او بتقلل نسبة الإصابة بالزهايمر، ان هو طبعا الشطرنج تفكير وكله بيشغل المخ، فأكيد ليه دور كبير فعلا في الوقاية من أمراض الشيخوخة زي الزهايمر يعني. بلبس مثلا قميص معين بكسب بيه أو الكلام ده، في لعيبة كتير عندهم الموضوع ده، وممكن وأنا صغير شوية كنت أوقات بحاول أفكر في الحاجات دي، لكن دايما بحاول أقنع نفسي لا إن مفيش حاجة كده. فكنت مثلا لو خسرت بطقم معين أحاول إن أنا تاني يوم ألبسه برضو عشان أقول لا أنا هكسب بيه، عشان مفكرش بالطريقة دي يعني.